يعتبر أبو سفيان بن حرب من الشخصيات الملغزة في التاريخ الإسلامي، ففضلاً عن كونه من سادة قريش، فقد آمنه الرسول صلى الله عليه وسلم على منزله، ومن يدخل منزله فهو آمن يوم فتح مكة. وبعد أن أسلم ولاه الرسول على نجران، وهو أبو معاوية بن أبي سفيان مؤسس الدولة الأموية. ولكن هل أسلم أبو سفيان برضاه أم أجبر على ذلك؟ وهل أحسن إسلامه أم ظل على عهده بالكفر والضلال؟ تعالوا لنتعرف في الملخص، وأنا هبة سعيد. ولد أبو سفيان ابن حرب واسمه الأول صخر في العام العاشر قبل عام الفيل، وحين شب وكبر أصبح من الشباب النافذين في قريش، ثم من كبارات رجالاتها وتاجرها الكبير الذي يسافر إلى الشام وبلاد الروم ويختلط بملوك الفرس والبيزنطيين، وكان يعتمد على تجارته في فرض سيطرته وسلطته في مكة، وكان يمثل كبير بني أمية في مقابل بني هاشم الذين جاء منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أبو سفيان شديد العداء للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ويعتبره يمثل تهديدا مباشرا لنفوذ بني عبد مناف بني أمية، فقد رآه طامعا في السلطة، ولذلك اضطهده ونصبه العداء حتى هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يثرب. وحرض أبو سفيان قريش على الخروج في غزوة بدر للانتقام من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بعد أن عرف أنهم خططوا لمهاجمة قافلته. وبعد الهزيمة المحققة في بدر، قرر أيضا أن يخوض معركة أحد، وكان هو قائدها نظرا لوفاة باقي رجالات قريش الكبار في معركة بدر، ومنهم الوليد بن المغيرة وعمر بن هاشم وأمية بن خلف. بعد فتح مكة سنة 8 هجرية، آمنه الرسول على بيته ومن يدخله فهو آمن، وأقنع عم الرسول صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب صديقه القديم أبا سفيان بن حرب بأن يدخل الإسلام حتى يحافظ على حياته، وهو ما فعله أبو سفيان، فلم يقتنع بالدين الجديد ولم يصدقه حتى بعد أن أسلم. فكل الروايات تؤكد أنه أسلم مكرها خائفا، هذا ما يرويه ابن جرير الطبري في تاريخ الرسل والملوك، كما أورده ابن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ، وكذلك ابن حجر العسقلاني وغيره من المؤرخين. فبعد إعلان إسلامه شارك في العديد من الغزوات مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه فرح في البداية بعد هزيمة المسلمين في إحدى الغزوات. ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على نجران ليحفظ له مكانته القديمة كأحد رجال الطبقة الستقراطية في قريش أيام الجاهلية. وحظي أبو سفيان باهتمام واحترام كبيرين في عهدي عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، وهو من أبناء عمومته، وقد شارك أبو سفيان في معركة اليرموك عام 13 هجريا، وأصيب في عيناه ويقال إنه فقد بصره. وورد أنه دخل على عثمان عندما تولى الخلافة وقال: هل فيكم غير بني عبد مناف؟ يقصد بني أمية، وكان قد فقد بصره أو أصابه ضعف شديد. قالوا: لا. قال: إذن فتلقفوها تلقف الكرة، فإنه لا جنة ولا نار. وحين سمع عثمان هذا الكلام أغلظ له القول ونهره وطرده من مجلسه، وكان يعني أن المسألة كلها تتوقف على السلطة والخلافة فلا تتركوها أبدا، وهو ما فعله ابنه معاوية فيما بعد، حيث احتفظ بالخلافة لبني أمية وأسس أول إمبراطورية ملكية يتم تداولها بالتوريث، بينما توفي أبو سفيان في خلافة عثمان عام 31 هجرية.